الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة الحضور الكريم، شرفني أن أنا أعرض على حضراتكم خطة الدولة المصرية، رؤية مصر التنموية 2030، ما حققناه من إنجازات وما نواجهه من تحديات. زي ما حضراتكم عارفين، الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015، وكانت هذه الأهداف عندها 17 هدف رئيسي لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي، منها القضاء على الفقر، تعليم الجيد، العمل اللائق، مدن مستدامة، مياه نظيفة. كل هذه الأهداف العالم كله توافق عليها في سبتمبر 2015. مصر كانت سباقة وأطلقت في فبراير 2016 رؤية مصر 2030، أطلقها السيد الرئيس لتمثل هذه الأجندة، رؤية مصر 2030، النسخة الوطنية من الأهداف الأممية. وكانت هذه الرؤية بتعتمد على ثلاث أبعاد أساسية: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي. والحقيقة وإحنا بنتكلم على الثلاث أبعاد، هما ثلاث أبعاد متكاملين ومترابطين، يعني ما اقدرش احقق الاهداف الاقتصاديه بدون مراعاه الابعاد الاجتماعيه والظروف الاجتماعيه، ما اقدرش احقق الابعاد الاقتصاديه ولا الاهداف الاجتماعيه من غير ما اخد في اعتباري البعد البيئي والموارد الطبيعيه عشان احافظ بيها على حقوق الاجيال القادمه واحقق استدامه في الموارد. وهذه الرؤيه كانت لاول مره بترتكز على ثلاث ركائز جديده. الركيزة الأولى إن هذه الرؤية كانت رؤية تشاركية، بمعنى إنه شارك في إعداد هذه الرؤية المجتمع المصري، القطاع الخاص، المجتمع المدني، برلمانيين، أساتذة جامعيات، إعلاميين ومفكرين، وكل شركاء التنمية. الركيزة الثانية الأساسية إنه لأول مرة أيضاً الأجندة التنموية تتكلم على الأبعاد الإقليمية المتوازنة، إن إحنا لازم وإحنا بنحقق التنمية إن إحنا نراعي التنمية على مستوى المحافظات. ومن هنا الحقيقة بيأتي المبادرة اللي أنا بعتبرها المبادرة التاريخية العظيمة اللي أطلقها السيد الرئيس في تنمية الريف المصري، لأن ده توطين لأهداف التنمية على مستوى المحافظات، ومصر الحقيقة رائدة في هذه التجربة. الركيزة الثالثة المهمة إن لأول مرة يبقى عندنا مستهدفات كمية، لأول مرة بنحط أرقام وبنيجي بعد شوية بنتابعها وبنقول إحنا حققنا إيه من هذه المستهدفات. فدول ثلاث ركائز أساسية اعتمدنا عليهم في رؤية مصر 2030. طيب العالم قال علينا إيه وإحنا في الأجندة بتاعتنا، حققنا إيه من هذه الأهداف؟ هنلاقي أنه تقرير جامعة كامبريدج اللي أول مرة يتم إطلاقه في 2019 بعد ما راجع أجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم، قال أن مصر احتلت المركز 92 من 161 من 162 دولة، وفي 2020 مصر تقدمت إلى المرتبة 83 من 168 دولة. منظمة اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الأسكوا قالت أن مصر بتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة. فدي جامعة كامبريدج اللي بتقول، أرقى الجامعات الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية اللي هم الأسكوا قالت هذا الكلام في سبتمبر 2020. طب إحنا حققنا إيه؟ دي المؤشرات اللي حضراتكم حطيتوها، المجتمع المصري توافق عليها. هذه المؤشرات احنا كنا عندنا ارقام معينه في 2015 في مجموعه من المؤشرات، احنا هنا بنتكلم على اهم الانجازات اللي اتحققت. ادي الارقام اللي كنا فيها في 2015، ادي الارقام اللي حضراتكم توافقتوا على انها تبقى مستهدفات في 2020، وده اللي احنا حققناه. في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية، عدد شهور الواردات اللي بيغطيها الاحتياطي، نسبة الدين، العجز، التضخم، النمو، البطالة، احنا الحمد لله في كل هذه الأهداف احنا
عدينا المستهدفات، يا وصلنا إلى المستهدفات يا تعدينا المستهدفات ب 100% أو 96 أو 120 أو 130%. نفس الوضع بالنسبة للمؤشرات الخاصة بالبعد الاجتماعي والبعد البيئي، هذه المستهدفات أيضا اللي المجتمع المصري بكافة أطيافه وضع مستهدفات 2020، وإحنا بنقول إحنا النهاردة حققنا إيه من هذه المستهدفات. وأيضا زي ما حضراتكم شايفين هذه المستهدفات وصلنا لها كلها نسب مرتفعة تتعدى 100%، ان احنا عدينا مكان مستهدف، متوسط العمر متوقع عند الولادة، نسبة السكان المتوفر لديهم مياه آمنة، نسبة التسرب من التعليم، كل هذه الأهداف احنا الحمد لله حققنا فيها مؤشرات جيدة. فأهم الإنجازات بالنسبة لنا على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، خفض معدلات البطالة، تحسن مؤشرات التنافسية، مؤشر جودة الطريق، خفض عدد الإصابات بالتهاب كبدي الوبائي نتيجة للمبادرات الصحية، كل هذه المؤشرات احنا حققنا فيها قدر عالي جدا من الإنجازات. حتى لما نيجي نشوف النهاردة في إطار ظروف الجائحة اللي يعني بنشوف جائحة بتعصف بالإنسانية لأول مرة، العالم كله بيواجه هذا الأثر الكبير على الإنسانية وعلى الاقتصاديات العالمية، بنلاقي أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عالي جدا من التوازنات، سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي، في انخفاض معدلات التضخم وده مؤشر مهم جدا اللي هو الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وانخفاض البطالة اللي لسه امبارح الجهاز الإحصاء طلع انخفاض البطالة إلى 7.2%. والحقيقة أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن احنا بنشوف دول العالم النهاردة بتحقق معدلات نمو سالبة، بتحقق يا إما معدلات تضخم مرتفعة أو معدلات بطالة مرتفعة. والحقيقة التوازن ده بقوله ليه؟ لأن أنا ممكن أحقق معدلات نمو جيدة ولكن يحصل ارتفاع كبير في معدل التضخم يلتهم كل ثمار النمو اللي حصل، أو أنه يحصل ارتفاع كبير في معدلات البطالة وبالتالي النمو اللي أنا بعمله ما بينعكسش على فرص العمل اللي احنا عايزين نوفرها إلى المواطنين. فهذا النوع من التوازن الحقيقة بيحسب للقرارات الحكيمة اللي تم أخذها وقت الجائحة في التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لكل السياسات المعتدلة اللي الدولة المصرية والحكومة أخذتها سواء سياسات مالية أو سياسات نقدية. طب معنى كده ان احنا ما عندناش تحديات؟ لا، عندنا تحديات زي اي دولة من دول العالم، لدينا عدد كبير من التحديات، ولكن مهم جدا واحنا بنتكلم على التحديات ان احنا نقول احنا عارفين ان عندنا تحديات ومحللين هذه التحديات تحليل علمي وعارفين اسبابها وعندنا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات. ومن ضمن هذه التحديات عندنا مشاركة المرأة في سوق العمل، ورغم كل الدعم السياسي الغير مسبوق اللي المرأة المصرية بتحصل عليه من القيادة السياسية في تبوؤ المناصب العليا في الدولة والتي موجودة في الحكومة المصرية، الحقيقة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة، ولكن على المستوى القومي عندنا عدم وصول إلى المستهدف في مشاركة المرأة. ولكن عندنا خطط نشتغل عليها، مجموعة من الوزارات والمؤسسات في تمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، في برامج تدريبية لتأهيل النساء، وزارة التضامن، المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي، عندنا خطط وموازنات مستجيبة للنوع بحيث ان احنا نراعي البعد الاجتماعي واحنا بنضع خطة الدولة او بنضع موازنة الدولة. تحدي اخر هو العمالة غير رسمية، ده ايضا ما قدرناش نصل فيها الى المستهدف، ولكن ايضا احنا النهاردة عندنا الخطط والسياسات اللي توصلنا للمستهدف، مبادرات الشمول المالي اللي الدولة المصرية بتقوم بيها النهاردة، ميكنة الخدمات اللي هتدفع بالعمالة الرسمية انها تدخل المنظومة الرسمية، وقانون المشروعات الصغيرة والجزء الموجودة في القانون اللي بتشجع القطاع الغير رسمي ان هو يدخل في المنظومة الرسمية. ويأتي التحدي الأكبر وهو تحدي الزيادة السكانية. وانا ليه بقول هذا هو التحدي الأكبر؟ رغم ان احنا النهاردة الدولة المصرية كلها بتعمل على خطة تنمية الأسرة المصرية، تكامل
وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة، والسيد الرئيس بيتابع هذه الخطة، ولكن هذه الخطة بتعتمد على مؤسسات الدولة وعلى المواطن. عشان كده هذا هو التحدي الأكبر اللي احنا عايزين نحلله مع بعض ونشوف بنعمل فيه. لما اجي ابص النهاردة على تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي، بلاقي النهاردة ادي الوضع السكاني اللي حضراتكم نشوفه مع بعض. لما بص، انا كنت سنة 1950 انا كنت 20 مليون مواطن، زدت 20 تانية في 28 سنة، زدت 20 تالتة في 21 سنة، زدت 20 الرابعة في 14 سنة، وزدت 20 الخامسة في 8 سنين. يعني في زيادة سريعة ومضطردة في معدلات النمو السكاني. لما بص النهاردة على المواليد، وهنا حضراتكم وسيادة الرئيس ده عدد المولودين وفقا لآخر بيانات 2020، وليس معدل الزيادة الطبيعية. معدل الزيادة الطبيعية هو المواليد ناقص منه الوفيات. أنا هنا بتكلم على المولود الفعلي. فإحنا في العام، إحنا 2020 كان في 2,332 ألف مولود، تقريبا 2,350 ألف مولود في العام. نتكلم على 194 ألف مولود في الشهر، بتكلم على 6,500 مولود تقريبا في اليوم، بتكلم على 270 مولود في الساعة، حوالي 4.5 أو 5 مولود في الدقيقة، وكل 13 ثانية أنا بيبقى عندي مولود. طب ده راجع لإيه؟ ده راجع لتطور متوسط معدل الإنجاب طفل لكل سيدة. وعلى الرغم الجهود التي بذلت في مصر في هذا النطاق والتي ما زالت تبذل، إلا أن احنا بننخفض وبنرجع نرتفع، وده الترند أو الاتجاه العام بالنسبة للقضية السكانية في مصر. ولو بصينا الحقيقة نقطة مهمة جداً وإحنا بنحلل الهرم السكاني وتغير الهرم السكاني، ولما نبص على الهرم السكاني وفقاً لتعداد 2006 ووفقاً لتعداد 2017 بنلاحظ ملحوظة مهمة جداً، إن وفقاً لتعداد 2006 كان عندنا ما يطلق عليه اليوث بلج، القاعدة العريضة كانت من الشباب من 15 إلى سن 39 سنة. ولكن عند الهرم السكاني في 2017 أنا بقى عندي ما يطلق عليه الانفنت بلج، اللي هو من سن 0 إلى سن 9 سنوات. طب إيه مشكلة الانفنت بلج؟ إيه مشكلة الهرم السكاني اللي أظهره تعداد 2017 وأظهره المسح الديموغرافي للأسرة المصرية؟ مشكلته أن أنا الفئة العمرية الأكثر عدداً اللي هي في 2017 من عمر 0 إلى 9 سنوات، ودي تمثل 25% من تعداد السكان. هذه الفئة هتدخل سن الزواج إمتى؟ 2030-2042. يبقى إذا لم أتحرك بأخذ السياسات السكانية اللازمة، أنا هتوقع بوجود طفرة سكانية أخرى في الفترة من 2030 إلى 2042. طب إحنا كنا حاطين إيه في رؤية مصر 2030 كمستهدفات؟ إحنا النهاردة ده متعدل متوسط معدل الإنجاب الكلي في 2017، نتكلم على متوسط 3.4 أو 3.3 وفقاً لآخر رقم في 2019. نتكلم على متوسط 3.4 عشان نبقى دايماً بنرتبط بالتعدادات، ده التعداد الرسمي، فمتوسط الإنجاب 3.4 طفل لكل سيدة. إحنا كنا مستهدفين إيه؟ مستهدفين السيناريو المعتدل المتوسط، إن أنا بصل في 2032 ل 2.4 طفل لكل سيدة، وفي 2052 ل 1.9 طفل لكل سيدة. هناك السيناريو الأمثل أو السيناريو المرجو، إن إحنا نصل في 2030 أو 2032 ل 2.1 طفل لكل سيدة، وفي 2052 ل1.6 طفل في كل سيدة. طب ده هيفرق ازاي في أعداد السكان؟ 2030 لو أنا النهاردة وصلت بمتوسط، لو أنا فضلت زي ما أنا ما عملتش حاجة خالص، 3.4 طفل لكل سيدة، هبص ألاقي نفسي في 2032 وصلت إلى 130 مليون مواطن. طب لو أنا طبقت انخفاض معدل الإنجاب وفقاً للسيناريو المتوسط، إن أنا بتكلم على 2.4 طفل لكل سيدة في 2032 و 1.9 طفل في 2052، هوفر
7 مليون مولود في المرحلة 2032، وهوفر حوالي 37 أو 38 مولود في 2052. طب أنا لو خدت السيناريو الأمثل أو المرجو اللي احنا بنستهدفه، وهو انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة في 2032، و1.6 طفل في كل سيدة في 2050، يبقى أنا بتكلم على انخفاض في العدد المتوقع بعشرة مليون مولود في 2032، وحوالي 47 أو 48 مولود في 2052. طب الكلام اللي بقوله ده كلام واقعي؟ هل في دول حققت الكلام ده ونجحت؟ أيوة، في دول لدينا العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال. لما نبص إندونيسيا، بنجلاديش، تايلاند، ماليزيا، إيران، كل هذه الدول ولدينا خططهم تفصيلاً. السيد رئيس الوزراء احنا بنجتمع بشكل دوري لمقارنة كل هذه التجارب الخاصة بالدول الأخرى، والدول فعلا نجحت في تحقيق هذا. وعايزين نقول انه كلنا بدأنا، كل مصر وكل هذه الدول بدأت مع بعض في أوائل الستينات في متوسط الإنجاب طفل لكل سيدة، كنا عند الأرقام الستة، 6.7، 6.1، 6.9، ولكن الدول استمرت في الانخفاض ومصر انخفضت، ثم بدأت مرة أخرى في أنها تعود مرة أخرى إلى الارتفاع. طب إيه الأثار؟ إحنا ليه قلقانين من الزيادة السكانية؟ لأنه دكتورة كل ما السكان، لو سمحتي رجعي فضلك يعني. معلش أنا أسف أني تدخلت يعني. لا يا فندم، فضل تحت أمرك. لكن أنا بس عايز أقول هنا، لما كنا بنتكلم في اثناء العرض بتاع السيده وزيره الصحه على موضوع الانجاب وتاثيره، وكمان الدكتوره وزيره التخطيط بتتكلم على التجارب الاخرين ونتائجهم، انا عايز اقول لكم صحيح احنا كلنا بدانا سنه 60، لكن احنا ما وصلناش ابدا على مدار حتى الفترات اللي انخفضنا فيها بنفس المعدلات اللي انخفضت بها الدول التانية. الدليل احنا في افضل حالتنا كان 3.3 سنة 2000، مش كده؟ طيب غيرنا كان فين؟ غيرنا كان 1.5 و2.1 من 10 و2.8 من 10. يعني احنا برضو ما وصلناش ابدا لمعدلات معتبرة مع الوضع في الاعتبار ان الدول اللي موجودة دي بالكامل عدد سكانها حتى الان عدد سكان أقل كتير مننا، يعني باستثناء مثلا دولة زي إيران أفتكر هي الأكثر من بقية الدول، وإحنا طبعا الأكبر من الكل دلوقتي. حتى السيناريو اللي الدكتورة هالة بتطلبه مننا ده في تقديري سيناريو، رغم أنه أمل الحكومة وجهدها فيه، لكن أنا بقول لكم بطبيعة الحال أنا بحب دايما أعمل يعني إجراءات ونجاح دائما في أي مستهدف بشكل غير مسبوق. ولو أنتوا عايزين تعملوا للدولة المصرية ولأولادكم، أنا عايز أقول لكم على حاجة هنا. هو أنتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من أحوالكم؟ اللي كان المفروض أن الناس تعرف أن الأحوال ما بتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا، الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي هتنفق على العدد ده. نصيب الإنسان كام؟ وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت دولة زي مصر تعدادها اللي يصل لل، أنا ما خرجتش عن سياق الموضوع، لكن طالما إن ده ما تحققش أنتم مش هتشعروا إن في يعني في انفاق حقيقي مناسب ليكم. يعني لو انا 100 مليون النهارده، انا بقول لكم الرقم المناسب لل 100 مليون هو تريليون دولار، يعني كان بالجنيه المصري تقريبا 16 تريليون جنيه، مش كده يا دكتوره؟ ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا. طب لو الرقم ده مش موجود،
يبقى لازم تعرفوا ان ده هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه. وعشان كده لما انا قلت مره من سنه يمكن ولا اكتر قلت ان النمو السكاني ده امن قومي، لان هو في الاخر بيخلي الناس تبقى مش راضيه، ودام المواطن مش راضي هيبقى مستفز، وممكن حد يعبث بعقله ويقول له ان انت اللي انت فيه ده هو عيب دوله، هي عيب حكومه، لكن اللي احنا فيه ده هي ظروف حالتنا، مش ابدا عيب حكومه بغض النظر عن اداء الحكومه، اي حكومه واي رئيس. لكن في النهايه إن ما كانش الأرقام اللي أنا بقول عليها دي تبقى موجودة معانا، موجودة. وأنا بقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمر ما هيحصل ده إلا لما يبقى فيه أرقام معتبرة تلبي حاجات ومطالب الناس. هو النهاردة لو أنا بيخرج لسوق العمل 800-900 ألف كل سنة يا دكتورة، هو أني فرص عمل ديت اللي ممكن أي دولة تحقق لهم تشغيل حقيقي؟ يعني إيه تشغيل حقيقي؟ يعني تشغيل بدخل مناسب، مش كده؟ لائق، مستدام ولائق زي ما حضرتك بتقولي. هنعمله بكام؟ هي الفرصة العمل بكام؟ ده فرصة العمل بتتروح بين 100 ألف والمليون. لو 100 ألف اضرب بقى في يعني 100 مليار عشان أعمل لهم تشغيل، أو اضرب بقى 900 مليار خليه مليون، فمين هيقدر على ده؟ وبالتالي تتحول كل مواطن وكل إنسان قاعد في بيته إلى شعور بعدم الراحة وعدم السعادة وعدم الرضا. أنتوا فين؟ سايبيننا ليه؟ صحيح. أنتوا مش متوفروا لنا مطالبنا ليه؟ صحيح. أنت التعليم اللي عندكم مش جيد ليه؟ صحيح. انت ليه الطرق بتاعتكم مش مكفيانا؟ صحيح. المواصلات مش جيده ليه؟ صحيح. واي قطاع من القطاعات، واي قطاع من القطاعات هيبقى كده. وبالتالي حتى لما الدكتوره تقول ان المستهدف المتواضع اللي هو يعني اللي بيأملوه انه يبقى، لا طبعا، ده المستهدف الحقيقي لازم نبقى لمؤاخذه اقل من الواحد. طب ازاي؟ انا ما اعرفش. اقل من الواحد بقى انا اجيب ولادي ارميهم في الدنيا يضيعوا مني؟ لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اهتم ولا عارف هيشتغلوا ازاي بعد كده. ونيجي بعد كده نبص نلاقي بلدنا نصها 50% منه عشوائيات، وبنبني على الارض الزراعيه عشان نسكن ولادنا معانا ونجوزهم على وناكل الارض اللي بناكل منها. انا مش بتكلم، انا واحد منكم، وعمري ابدا ما هقول لكم غير. والمناسبه هاتوا الكلام اللي انا اتكلمت فيه في الترشح هتلاقوني اتكلمت في الموضوعات دي. ما قلتش الناس بقى اللي قبل مننا كانوا مش شاطرين واحنا شاطرين، لا ما قلتش كده. وزمايلي بيقعدوا معايا في كل اللقاءات، ولا يا دكتور مصطفى عمري يا دكتور هل احنا اتكلمنا وقلنا واحنا قاعدين يعني احسن من اللي قبل مننا؟ لا طبعا، لكن احنا بنحاول نجابه ظروفنا. ومن ضمن المجابهه تقول طب ما انت ما كلمتش من 5-6 سنين في الموضوع ليه؟ ارد اقول لكم يا ترى انتوا كنتوا جاهزين تسمعوا؟ في موضوعات ما بينفعش نطرحها الا في مناسبه، يعني في اولويات وفي مراحل للتعامل مع ازماتنا. دلوقتي وجب التعامل مع الازمه ديت، والتعامل معها ايه؟ بشكل طموح. اشمعنى انتوا لو جيت قلت لكم ازود المرتب مثلا يعني 10,000 جنيه ولا 1000 جنيه هتقولوا لي ايه؟ هات ال 10,000. طب اشمعنى لما جيتوا في الحته دي؟ لا طبعا انا عشمان وبأمل في الحكومه وفي الناس، وبقول للناس والله والله انتوا بتحملوا نفسكم واولادكم والدوله امر فوق طاقتها، وبالتالي تصوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم وتفضل المسلسل شغال خراب في خراب. تاني بتكرر الكلام بتاع الثورات. ايوه الناس عايزه تعيش. طب نعيش ازاي؟ علاقه اللي الدكتوره بتقوله باللي انا بقوله،
هو أساس استقرار الدولة المصرية والحفاظ على أمنها وسلامتها، وإن الشعب ده 100 مليون يبقى في أمان وسلام. القضايا هي القضايا، مش حرية الرأي بس، ومش حرية التعبير بس، ومش النظام السياسي بس، لا 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 لا. القضايا دي هتحلوها ازاي؟ لان في الاخر كل اللي بيتعمل واي نظام بيتعمل في الدولة الهدف منه الوصول الى ايجاد حلول للناس. انا مش عايز اكون مبالغ عشان ما تقولوش يعني اللي بذلته الحكومة خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا والله معتبر وعظيم وضخم جدا وغير متوقع. هم انا مش بتكلم علينا احنا، غير متوقع لينا، لا غير متوقع. كل الناس بتقول ازاي انتوا عملتوا كده وازاي هتعملوا اللي هتعملوه، لكن في النهاية مهما عملنا من غير ما نظبط النقطة دي، ونظبطها ايه؟ مش واحد ونص لا 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 لا، ده احنا واحد يعني ازاي انا ما اعرفش، لكن غير كده ما تلوموش حد تاني، مش الدولة مش الحكومة، لا. شكرا. شكرا يا فندم. طيب الآثار زي ما حضرتك تفضلت، الآثار المترتبة على الزيادة السكانية، كل ما الزيادة السكانية بتزيد كل ما بينخفض نصيب الفرد من الحصول على الخدمات تعليمية صحية، ارتفاع معدلات الفقر، زيادة معدلات البطالة، تزايد مشكلات التلوث البيئي نتيجة التكدس، كل هذه الآثار. ولو ما نيجي نشوف النهاردة على الرغم أيضا من الجهود الكبيرة اللي تمت في السنوات الماضية لانخفاض الفقر لأول مرة بنسبة 29% منذ 20 عاما، ولكن بنلاقي أن الفقر هو سبب ونتيجة لكبر حجم الأسرة. ولو بصينا هنا عند حضراتكم دي الأسر اللي أفرادها من 1 لـ 3، 4 لـ 5، حتى الأسر اللي هي عدد أفرادها 10 أفراد وأكثر، بنلاقي أنه نسبة الأسر 81% من الأفراد اللي عايشين في أسر بها 10 أفراد وأكثر هم من الفقراء، وده بيؤكد على أن كبر حجم الأسرة هو من أهم أسباب الفقر. طب إحنا بندير القضية السكانية بأي شكل؟ إحنا بنديرها بمحورين. المحور الأول هو ضبط معدلات النمو السكاني وهو ضرورة، والحاجة الثانية هو الارتقاء بالخصائص السكانية لجودة الحياة وجودة نوعية الإنسان. لما نيجي النهاردة بنبص على أمثلة للزيادة السكانية وأثرها على الحياة، وبنبص النهاردة طب الدولة المصرية وجهت استثمارات قد إيه في مجال التنمية البشرية في الصحة والتعليم فقط، بنلاقي أنه في السنوات الماضية الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم فقط زادت ب 506%، 225 مليار جنيه فقط ذهبوا في مجال الصحة والتعليم. طيب هندي كده يعني تصور الوضع الحالي النهاردة في المدارس. أنا النهاردة عندي 22 مليون طالب، عندي 890 ألف مدرس، عندي 440 ألف فصل. طب أنا النهاردة لو أنا بتكلم فضلت زي ما أنا متوسط معدل إنجاب 3 و4 طفل لكل سيدة حتى 2052، هبقى محتاج هيوصل عندي عدد الطلاب قد إيه؟ 40 مليون طالب في 2052، هبقى محتاج لهم مدارس 1.8 مليون مدرس، هبقى محتاجة 1.7 مليون فصل، يعني أنا محتاجة 4 أضعاف الإمكانيات الحالية عشان أقدر أحافظ على نوعية وجودة التعليم، مش بتكلم كمان على تحسينه، ده أنا النهاردة مع بقاء الوضع على ما هو عليه. ولو طبعا خفضت النسبة إلى 1.9 طفل لكل سيدة، إحنا بنتكلم على 25 مليون طالب ومليون مدرس ومليون فصل، يعني ضعف الإمكانيات الحالية، ما زالت الإمكانيات المطلوبة كبيرة جدا. طب لو أنا بتكلم على المجال الصحي، نتكلم النهاردة في ظل عدد السكان الحالي، إحنا بنتكلم على 120 ألف طبيب، 214 ألف ممرض، وبنتكلم على حوالي 95 ألف سرير. طب لو أنا النهاردة استمريت أيضا بالمعدلات الحالية اللي هي 3 و4 طفل لكل سيدة، أنا هحتاج أن أنا هتطلب ده توافر 290 ألف طبيب و479 ألف ممرض و812 ألف سرير.
تسع أضعاف الإمكانيات الحالية، وطبعاً هذا العدد بينخفض إلى سبع أضعاف الإمكانيات الحالية في حالة الواحد وتسعة، وطبعاً ممكن أنه هو ينخفض أقل من كده في حالة أن أنا وصلت إلى معدلات أفضل من متوسط الإنجاب لكل سيدة. الحقيقة الناس كتير، والحقيقة يعني أنا بقول الناس كتير من المثقفين بيتكلموا على وبيقولوا انتوا ليه بتتكلموا على زيادة سكانية، البشر ثروة. وفعلا البشر ثروة، ولنا محتاج عشان هي اغلى ثروة عندنا، فاحنا محتاجين نغذيها تغذية جيدة، محتاجين ان احنا نعالجها احسن نوع من العلاج، نعلمهم احسن تعليم عشان يقدروا يساهموا في انتاجيتهم تبقى مرتفعة، وبالتالي يقدروا يساهموا في زيادة معدلات النمو وفي زيادة متوسطات الدخل بالنسبة لهم. واسمح لي حضرتك في نهاية كلامي أن أنا أنهي بثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى أن القوى البشرية تمثل أحد أهم عناصر الثروة في كل الأمم، بل هي العنصر الأهم على الإطلاق في عملية التنمية، إلا أنه في الوقت ذاته ينبغي أن يتسم هذا العنصر بالخصائص والمؤهلات التي ترتقي لتعزز إمكانيات الدولة وقدراتها الإنتاجية، والذي يتحقق بزيادة في أعداد المنتجين والمبدعين. إن عدم التناسب بين الزيادة السكانية والموارد يقلل من فرص الاستثمار في تحسين خصائص السكان، في حين أنه يمكن مع ضبط معدلات النمو السكاني أن توجه الدولة الحيز المالي المتوافر في مزيد من الاستثمار في البشر، في الصحة والتعليم والتغذية، وبما يساهم في تحسين الخصائص السكانية. ثانياً، ترتبط القضية السكانية بحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في التنمية، والذي يتحقق بتناسب الزيادة السكانية مع الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية ومعدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن ثم ضمان زيادة نصيب الفرد من ثمار وعوائد التنمية. وتسعى مصر للاستفادة من المنحة الديموغرافية المتمثلة في شبابها بتنظيم النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات الموجهة إلى جميع المواطنين بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين. ثالثا، هناك قضايا تكون الدولة الدور الأكبر والحاسم فيها، ويساهم المواطن من خلال دعمه لخطة الدولة بالتفاعل معها، في حين أن هناك قضايا مصيرية يلعب فيها المواطن دوراً محورياً وأساسياً، وتأتي القضية السكانية في مقدمة تلك القضايا التي يعول فيها على المواطن إدراكه لضرورة الرشادة في عملية الإنجاب بما يتناسب مع قدراته، بما يسمح له بتهيئة أفضل ظروف معيشية من صحة وتعليم وتغذية وجودة حياة له ولأبنائه. شكراً يا فندم.